ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الترم الجديد بدأ وعاوزين نشجع ولادنا بحاجة بسيطة كده. هنعمل مع بعض النهاردة مقلمة كده للألوان وللأقلام بتاعتهم. فكرة سهلة وبسيطة، خليكم معايا لآخر الفيديو وإن شاء الله الفكرة هتعجبكم قوي. اول حاجه بقى هنحتاج 3 ازايز من ازايز الكنز العاديه خالص، طبعا غسلتها الاول ونضفتها من جوه كويس، وبعدين هبدا اقيس الطول اللي انا عاوزاه للازازه، هحدد كده بالمسطره الطول اللي انا عاوزاه، وبعدين هعلم علامه صغيره كده بالمقص علشان بس تبان، علشان لما جربت ان انا اعلمها بالقلم ما كانتش باينه خالص، وبعدين هبدا ان انا اقص بقى الجزء اللي انا عاوزاه. هي كانت جامده معايا قوي بصراحه من فوق، يعني حاولت ان انا اقصها كده من فوق من الفتحة اللي كانت فيها، وبعدين في الاخر خرمتها خرم صغير كده بالمقص، وبدأت ان انا بقى اقصها الطول اللي انا عاوزاه. بعدين بقى هستخدم ورق الفوم، ده ورق فوم مش بيلمع ولا حاجة، لونه اصفر، طبعا اخترت اللون الاصفر، ممكن تختاروا طبعا اي الوان انت عاوزينها، بس انا عاوزة اعملها الشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو، فعلشان كده هختار اللون الاصفر واللون الازرق. هبدأ بقى ان انا الزق كده الفوم على الازازة، طبعا بلزق بمسدس الشمع، وبعدين انا سبت جزء كده في الفوم من فوق علشان هدخله جوه الازازة، علشان الحروف بتاعة الازازة ما تعورش بعد كده، هدخله كده لجوه علشان ما تعورش منها بعد كده. هستخدم كمان بقى الفوم الازرق، اخترت كده جزء صغير هيقضي بس الجزء اللي تحت من الازازة، هتشوفوا دلوقتي هعمل بيه ايه، وهقيس بالمسطرة كده نصه من ناحية دي ونص من ناحية دي، وهاخد صمتي كده من فوق، هبدأ ان انا ارسم مستطيلات كده، هتشوفوا برضو شكلها في الاخر. ده كده شكل المستطيلات اللي انا رسمتها، هقص بقى المستطيلات اللي في النص، وهسيب السنتي اللي انا كنت عاملاه من كل طرف كده علشان تطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هلزقها بقى على الفوم الاصفر اللي انا كنت لزقته على ازازة الكان. كمان هستخدم كده جزء رفيع من الفوم الاسود، طبعا انا استخدمت الفوم الاسود والفوم الازرق بيلمعوا، لكن الفوم التاني عادي مش بيلم، ورسمت دايرتين كده لونهم ابيض علشان تبقى العينين بتاعتها، وكمان هستخدم لون اسود كده في وسطها علشان تكمل شكل العين، واستخدمت اللون اللي هو الفضي علشان اعمل النضارة اللي هي بتبقى على عينه دي، وهبدأ بقى ان انا الزق كده عينيه مع بعض. انا حسيت ان الجزء التاني من النضارة كان صغير قوي بالنسبة للجزء الاولاني، فهرسمه كده معاكم وتشوفوا برضو انا قصيته ازاي. قصيت كده كمان جزء رفيع خالص علشان اعمله البق بتاعه من اللون الاسود. بصوا بقى انا كنت عاملة كمان 2 تانيين، واحد كبير خالص من ازازة الكان العادية خالص، ما قصيتش منه حاجة غير بس الجزء اللي فوق، وواحد قصير عنه شوية، والصغير خالص اللي احنا عملناه مع بعض. بعدين هستخدم بقى كرتونة وهقيس كده، هقيسهم الثلاثة على الكرتونة، ده بقى ورق لوح لبني كده هستخدمه علشان الزقه على الكرتونة علشان ما يبقاش شكلها باين. قصيت كده جزئين، جزء قد الكرتونة بالظبط وجزء كبير شوية عنها، هتشوفوا بقى دلوقتي هلزقه ازاي. هلزق الاول الجزء الكبير الاول عن الكرتونة، حطيت كده شوية من مسدس الشمع ولزقته في النص، والاطراف بقى بتاعته هلزقها كده كلها لجوه، وبعدين هلزق كمان الجزء الثاني الصغير اللي هو قد الكرتونة بالظبط، هتشوفوا بقى كده شكلها في الاخر. خلاص كده بعد ما خلصت الكرتونة هبدأ بقى ان انا الزق كده العلب عليها. بصوا بقى في الاخر انا استخدمت كده اللي هو الشريط لونه فضي، حطيته كده عليها من تحت، وقصيت كمان جزء كده من الجزء الكرتون اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، حسيت ان كده هيبقى شكلها احلى. ده كده كان شكلها النهائي معايا. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد.